والصلوات من المنان لمحمد نور الأكوان لمحمد أنشد وأقول خير صلاة للأديان. الصلوات من المنان لمحمد نور الأكوان لمحمد أنشد وأقول خير صلاة للعدنان. طا يا عطري والطيب بقدومك كل ترحيب شرحي لغرامك سيطول يا أشرف خلق الرحمن. طه يا عطري والطيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على رسول المصطفى ونبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حرماتي الواتسل، حرماتي الياتسل، حرماتي الأدراج أرى الفنوغ الهلبال أرادي سيزول وخندريل وهيدين قطوغي دا داغستاني يزول جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جين دسان بيك تينا بي تين راعج إب. السلام عليكم نوج كيناز ديگو. الله رزي هج إب هابو لب شيناب زهرو بكوني خي بيان خون أيجي كينال قو سيكتابيت آدي طالب أولو لغو كشتابينا خيكي چوالب. الله حسو السلام رحمت بركاتل كينال قو سيكتابي رشت أيجي نجوش خيريو دينا سلوات سل ويات سل وطسبه سبير غاش نشيطة كينال دقو براكات كي شيكي أولو قو بسهر ببازت آد عرقية جي رحمتل كي رشت أيجي آدي عانو واتصوب عد إدو الله حس كيد دقو نيش حد دينان جاقا عدين رخالي دقي تايجي كينام نيجي جول دي جندير حالك أولي وبيت إرهاناس خدور كونجي نشيط سيك أيجي هدين الله كريخ سولل أوارقجي ويت سولل خاق سيك أدقي أحولل كوشتيل دساقين نخش أولل رخالي للمجلسل هدين البركات هرزايل هاري قبولل قادريل خيريل خاليق أسيكي روتلل خاق أسيكي فايدايل مجلسل كي نشير قوي دساقوي دي سيك أيجي هدين المجلسل كي بركات لكون نيسكي نيشر خزان أهلوكي نيشر روتلرالكي نيشر أستار زبي عالم زبي مشايخ زبي كيري هلو قنانا نيجي الله أصول شبوغو يبتصوب كيشون سؤنون تايجي يا أرحم الراحمين. جاقات كوتاك هدا روخالي لاب قوبوغو خيريو دينا سلوات سل جاقات روخالي القو باراكاتب مجلس عدسو لب تدبير تاليح كي روخيلكي سيك أبشينبكي شيوة سوچوية زي هارو لب تدبير جاقا دنيا دتسرع عرو شعيب الباقي نيسول بركة شوية خلق هون هباقة دان دي هونو نيس إن شاء الله الرحمن هبقي شو نقرو سيزي الله سنكي تفق لغي خيري يودين سلوات سل نسيت مجلس باي بي خلومي خطسا نسيت قو بركة بوك إزي قرآن سل آيات تلهم باي بي خلا قرآن دت أد عنو الله سأبو لبوك بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نوجو تراعو لبك أدر خريب قرآن صالو لمخطسا نوجو هب قرآن سلو عينيك كيلا نوجو تهب قرآن سلو فكرو كي هبيلا عينكت أميلا هل داسا نصيحات كي بوس هيلا خا هدي نوجو خواتا ناني الله نوجو دا قرح ليلا أبل بو خلو دينا سلوات سل تادعانو الله سجد يرقو كلامال دا إن شاء الله نشيه قو بركات كي بوك إزي الله سو رحمت نشيه دا كي رشت إزي الله كي نشيه دا قرح إزي نشيه تهانجي راعي طولا قرآن سلو آيات سالزي محمد وزين الله هيوغو مدرسة حافظ إيمان إبراهيم خليل محمد قدس سير والشعراء نشرت سويو أرشيسا سنجي زين الله وقت سوي الله أكبر ما شاء الله هدينا واصل عمير سجد لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو
الاستقام. أصل جماعة تلي أنا عقال ثورو كينو عقب شيء سي عود سيسو كميتين تلي راك راك سوق بركالو بوجا تاني تلي همردي سبي تلي ألاس شيو شيء سي شوي جريش تجا سو بركة تيجي سافي تيجي كيدو غروخو. هذا قصة دخاوي زكارو بنجود بيخن غراس أدراج ونو هني هابو مجي بيرتشن ونوخ هابوكو عليو إدريس عبد الله هابويتشس جندير تدبير سلطان генеральный директор ومستر سرويشو كينو بهاني روجل روسا جماعة تطل أكال سر شنزو رأيوان سر أكال سر بطل موجي سير رك رك سر بركلا أبزي هسي نجات سر سعات فوق أنا جقات سر نجات حالته كن عدوية شو جقات يبطل موجي هاني جماعة تطل روشي تبزي نو نجات سر هسي هم شوي زبز بوجو نو جقات عندك كيجوني متير سر زهب جتلا الله سكين زوجت لك سافي تاليه روخيل باتي جها مجلس كيدو بركات تطل كيد دعوة هذه المجلس هذا أكاد زي نشر أيون تيجي تولوجو داغستان تيجي تايجي تاريخ هذا غوخيلدا بارك الله كنزو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله رضي تيجي محمد زكريويش بعد أتو دام يا خزان هنجي عليويش تفضل حبيبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تون حضور هنجي يزو هرات كي أنتو أخذوهم وجو هنجي كنيس نتورا هش إسكالش هذي تيجي میشون به ارث هولیا خشای کوک میجبوگو اما عدم اتصالی زایدرو این کل کیند سو هنر اینگی استان دیجو عدم اتصالی زی حالا دندان نشی اینگی جماعت حال دان دیهاری هیبو کینا نتیت سهیس کلی جو آرگس که آبوم است آخه نوجو رژیجانی لق قابل نشون تو تدش حاضرو کنی اینگی هد اینگو هونی اش خوی نتیت خیزام الله هیزی تو تدر عجار شهیزی الله سنجین کن اول نتیجه کن از ایگو هستو برکت کشوری زیگی نت الله سوداد عجار گهاریگی تی هدین مالیش هدگور بودن نتیجه خماتو گیگی کن از ایگو ازرایت باخنیگی کن از ایگو هال ارگانیزاتور چه از ایگی برکالا بگو نتانی دان ده ور هدین نتیجه هدین کن اصلی ات چه زور تو الله رزیت هگی و علیکم السلام و رحمت الله الله رزیت هگی الله از کدوم هریگی ارحم الرحمین بی هم اشت ادوقل چای گرو خیلی دین تو وات سر بیچیزی کلا الله از هزی قوت لگ اوراق سال حدیث سل الله علیه و سلم عدم از ول بیشون ثیک علیلا عدم از الله هست بیشون رت ول بیشون ثیک علیلا خدا عدم از منفعت بگیل خدا عدم از منفعت بگیل رت هگی نج رت ول گرو بو انشالله رحمان هنچه اور کمیته تلو رق هدستن حرمتیال نیتر هاک ایوگو دین تو وات سیگی شفقت التیزی هل هزو خفروچات هریزی هاری بگو تسیر را کن باقی نبروستال امام محمد گی هدینگو دیر او او ملادوش مگارسکو سل سویتا محمد گی که ایگو تسیر را که سنگی حال نیشتر حرماتی دین خلوات سلازی سایغات هل تزی واقع محمد حنگ چک واقع دا ما شاء الله لا حول ولا قوة الله چو 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 هبگی هنگی الله از کدوم هریگی الله از حقیقت گی انشالله رحمت الله مسلا علیم آنچه صورت لق خلو خیلی دین سواد صلح به چو بیهولا رو آنچه زمان داغوری عنیت صورت لق کجی آنچه خوب عمره بیروگو نیستیر کو تاک هدا عمره برو خیلی بگو نجوی هدا سخادو آنچه تیز عمو کجی چو بگین چو غل نمر کی بی هنی رزدوات هر چه چیزی دوب چرخ بگو تیریزی تو چرخی نیم نمر که بیش از چهار دل که زری هنی رخون. خیریل دی نسلوات سال هنچ دی بطل مغرا اتلازی. کوتاه کردن اشی خیریل علیم محاش خلا شهر اصل مسجد اصل امام سلیمان و محمدی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته однажды عائشة رضي الله عنها спрашивает у пророка صلى الله عليه وسلم о людях которых الله в قرآن упомянул الله говорит بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة. الله говорит, есть такие люди, которые совершили какие-то деяния, какие-то поступки, и после этого у них
страх перед Всевышним Аллахом. Они боятся Всевышнего Аллаха после того, как определенные поступки совершили. Аиша ради Аллаха анха говорит: «О посланник Аллаха, тут о ком речь идет? О людях, которые воровали, о людях, которые спиртное пили?» Посланник Аллаха говорит, саллиллаху алейхи вассалям: «О дочь правдивого, тут, говорит, речь идет не о тех, которые спиртное пили и воровали, тут речь идет о людях, которые закат выплачивали, которые уразу держали, которые намаз совершали. У них, говорит, страх, что Всевышний Аллах не принял их амал». Вот это вот положение, сердечное положение, это положение было у сподвижников, у любого праведного человека. И по сей день у любого праведного человека бывает такое состояние. Сколько бы они хадж не совершили, сколько бы они ильма не прочитали, каких бы они аргатовских уровней не достигли, у них не бывает уверенности. У них наоборот еще больше страх. Чем больше они амал делают, тем больше у них сердце очищается. Этим сердцем они видят Всевышнего Аллаха, величие Аллаха, видят, что они, как подобает величию Аллаха, не смогли ибадат совершать. И их амал, который они совершали, он становится таким мизерным. И они автоматически не надеются на свой амал. И эти люди, которые на самом деле по милости Аллаха в рай войдут, потому что в судный день в рай не войдут люди, которые на свои деяния надеялись. В рай войдут люди, которые на Аллаха надеялись. У кого нету такого состояния, они хоть немного ибадат делают, у них бывает такая вот уверенность, что у них все хорошо, у них страха перед Всевышним Аллахом не бывает. Это вот первое состояние праведного человека. Вот из-за чего мы должны переживать, есть у нас такое состояние или нет у нас такого состояния. Вот мы знаем, был такой человек, Хатам аль-Асам, радиаллаху анху, один из праведных предшественников. Он говорит: «Ликулли шайин зинатун, ва зинату аль-ибадати аль-хауфу, ва аламату аль-хауфи касру аль-амаль». У каждой вещи бывает своя красота. Вот Всевышний Аллах для чего создал что-то, и когда вот это вот что-то, оно делает то, для чего Аллах создал, это красивым становится. Когда человек ибадатом занимается, он бывает красивым и так далее. Вот красотой ибадата, того, что мы поклоняемся, вот на маджлис мы пришли, люди только вот с хаджа приехали и так далее, красотой ибадата, поклонения является страх перед Всевышним Аллахом. И вот человек, который ильму изучает, который в хадж много ездит и так далее, много вирды делает, этот человек, он же думает: если бы я Аллаха не боялся, я бы этот ибадат не совершал. Значит, я богобоязненный человек. Вот чтобы понять, мы Аллаха боимся или Аллаха не боимся, Хатам аль-Асам дает следующий признак. Признаком, говорит, богобоязненности является отсутствие планирования, отсутствие надежды на что-то. Если человек, допустим, ибадатом занимается, но он планирует, он надеется на свои деньги, на свое здоровье, на свои связи, на свой ибадат, этот человек не является богобоязненным человеком. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дал Умару, радиаллаху анху, определенное имущество, Умар, радиаллаху анху, не взял это имущество и говорит: «О посланник Аллаха, я, говорит, не нуждаюсь, есть нуждающиеся люди, ты лучше им, говорит, отдай». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делает замечание Умару, радиаллаху анху, он же вроде бы так хорошо себя повел, за себя не переживает, за братьев мусульман переживает, от дуняла отказался. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучает его правильному пониманию религии, обучает его богобоязненности. Ему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Возьми, говорит, имущество, потом, если хочешь, стань хозяином имущества, хочешь, себе оставь, хочешь, отдай нуждающимся людям. Ибо то, что пришло к тебе без твоего
планирования, без твоей надежды, без твоего желания, это, говорят, от Аллаха к тебе пришло, а то, что к тебе пришло, тот ризк, который к тебе пришел с твоим желанием, с твоим планированием, это от твоего нафса, говорят, пришло. И об этом Аллах в Коране говорит, бисмиллахи ррахмани ррахим, «Вама яттакиляха яджаляху махраджа, ва ярзукху мин хайфу ля яхтасиб», садакаллаху л'адим. Тот, кто будет Аллаха бояться, этому человеку Аллах даст выход из любого положения и наделит его уделом оттуда, откуда он не ожидал. Богобоязненный человек, он всегда получает ризк оттуда, откуда он не ожидает. Небогобоязненный человек, он обычно получает оттуда, откуда он планирует, откуда он знает. Несмотря на то, что Аллах в Коране говорит, «Бисмиллахи ррахмани ррахим, нахну касамна байнаху маишатум филь хаяти дунья». Аллах говорит, «Я распределил уже, говорит, между ними их земной удел. Каждому сколько что достанется, Аллах уже распределил, говорит». Аллах нам ризк дает, и Аллах мог скрыть то, что Он ризк дает. Как себя Он скрыл, что Аллах ризк дает, Он мог скрыть. Ибн Аталя Сакандари Кудисисиру говорит, зная слабость человека, что он будет отвлекаться от поклонения, Аллах открыл, говорит, ему тайну, что Аллах уже взял на себя это ризк. И когда, говорит, человек, он является неуповающим на Всевышнего Аллаха, ему недостаточно бывает этой гарантии со стороны Аллаха. Хоть Аллах сказал, я на себя взял ваши ризки, он должен еще дополнительную гарантию от своего нафса получить, чтобы у него была стабильная такая, стабильный доход, чтобы был. Вот человек пенсию, допустим, делает, или что-то делает, если у меня вот какой-то стабильный доход будет, я тогда могу спокойно ибадатом заниматься, говорит человек. Вот одна гарантия со стороны Аллаха ему была недостаточна, ему нужно что-то стабильное на эту вещь, чтобы он мог спокойно полагаться. И вот, вот эти вот моменты, они указывают на то, что это время, тяжелое время, признак судного дня, что уже вот именно внутренний ширк уже пошел. Хоть с внешней стороны мы ибадатом занимаемся, но внутри мы на Аллаха перестали полагаться. Вот был... И вот после этого момента, говорит Умар, радиаллаху анху, он никогда, говорит, не взял то имущество, на что он глаз положил, которое он планировал, которое он желал, и не отказался, говорит, после этого никогда от того имущества, которое к нему пришло без его надежды, без его планирования. Это стопроцентный баракат, когда человек получает оттуда, откуда он не ожидал. Это от Аллаха прямо ему намек, чтобы он это имущество чтобы принял. И вот в один день, когда во время хаджа, когда совершали таваф, Умар ас-сын, Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, он и Урват ибн Зубайр, это получается два сына, двух сподвижников, которым Аллах уже на земле рай обещал. Аваф, когда они делали, Урват ибн Зубайр, который был молодым человеком, он при жизни своей не видел пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Он двоюродный племянник пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Но при своей жизни он не видел пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Когда Аваф делали, он говорит, сказал Абдуллаху ибн Умару, выдашь ли ты свою дочь за меня? Тогда, говорит, Абдуллах ибн Умар, он ничего не ответил ему, дальше, говорит, пошел. И вот этот Урват ибн Зубайр, он говорит, я для себя решил, с этим вопросом я больше к нему не подойду насчет его дочки. Если бы он хотел за меня свою дочь выдать, он бы, говорит, сказал бы, что, ну, что-нибудь сказал бы, дал бы мне намек на этот момент. И закончился хадж, приезжает Урват ибн Зубайр в Медину, как обычно, по сунне пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, есть такая забота и сунна, когда мы приходим из сафара домой, желательно сначала зайти в дом Всевышнего Аллаха, совершить два ракат суннат намаз, потом к себе домой зайти. Это забота и сунна пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Мы как только приезжаем с хаджа или откуда бы там ни было, скучаем по своей семье и бежим домой, забывая зайти в дом Всевышнего Аллаха. И вот сподвижники эту сунну соблюдали. Урват ибн Зубайр, он заходит в Медину, мечеть посланника Аллаха, чтобы совершить два ракат суннат намаз, он там находит Абдуллаха ибн Умара. Он раньше с хаджа, оказывается, приехал. И он ему
салам дал, он ему на салам ответил, и тогда Абдуллах ибн Умар говорит этому молодому человеку Урвату ибн Зубайру: «Ты во время тавафа насчет моей дочки, говорит, вопрос поднимал или нет?» Он говорит: «Да, поднимал». Он ему говорит: «Неужели ты не нашел другого места, чтобы у такого рода вопроса поднимать? Именно во время тавафа, что ли, говорит, нужно было свататься к моей дочке? Ведь перед нашими глазами был Всевышний Аллах, говорит. Мы же не могли, говорит, отвлечься от Всевышнего Аллаха на вот эти вот вопросы». Тогда Урват ибн Зубайр говорит: «Таков был кадар Всевышнего Аллаха. Я тебе сказал, ты мне не ответил, я доволен положением. Я же у тебя не спрашиваю, почему ты мне не ответил, уважение мне не проявил и так далее. Получилось, что получилось, говорит». Тогда Абдуллах ибн Умар ему говорит: «Вот сегодня, вот сейчас у тебя есть желание, говорит, на моей дочке жениться?» Он говорит: «Есть». Он, говорит, позвал своих двух сыновей, Салима, и у него еще один был сын Абдуллах, и там же, говорит, никах заключил им. Свою дочь выдал за Урвата ибн Зубайра. Это ризки, которые Аллах предписал Урвату в виде его дочки, его дочь звали Сауда, оно и так к нему пришло, либо через его нафс, либо без его нафса. Первый раз, когда он хотел это ризки получить через свой нафс, Аллах отключил этот канал, чтобы был стопроцентный баракат, чтобы его надежда ушла, он перестал надеяться. И от себя Всевышний Аллах через другой канал внушил отцу этой дочки, чтобы он выдал ему свою дочь. Вот так Аллах это ризк ему дал. Много у нас есть бизнеса в наше время. Вот большая часть бизнеса, 90-95% бизнесов, они в основном откуда исходят? Через наше планирование. Мы все время думаем, как же бизнес построить. Много денег, миллионы, миллиарды крутятся по всему миру. А в нужный момент, в нужное время у нас нет денег на пути ислама, чтобы дать. У нас нет здоровья, чтобы в нужное время прийти поработать на пути ислама. Например, в духовный центр или в любое место, мечеть, где бы там ни было, нас не бывает, когда нужно бывает. А наши предки, они не такими людьми они были. То, что им ризк приходило, хоть мало было, оно было без их планирования. Их здоровье, оно было без их планирования. Они на здоровье не думали, не переживали. Сейчас столько внимания люди здоровью уделяют. И спортзалы, и диета, и питание, это все такое. Ну, мало на самом деле здоровья. Его нету. Для ислама нету этого здоровья. И денег нету, и настроения нету, и отношений нету. Вот это вот вся проблема, потому что бараката нету. Вроде бы есть, но этого всего нету. И вот из-за этого, когда два человека в бизнес вступают, либо какой-то вот молодой человек женится на какой-то девочке, мы же знаем, в наше время родители уже не выбирают своим сыновьям или дочерям будущих, супругов не выбирают. Почему? Вот из-за этого много разводов. Наши предки, они брали: «Вот тебе вот эта девочка», девочки говорили: «Тебе вот этот муж», все. И они откуда не ожидали, получали себе супругов, у них была любовь, гармония, дети были благодатными. А в наше время, насколько мы сами выбираем, это все к нам приходит через наш нафс, там бараката не бывает. Из-за этого вот эти вот бизнесмены, которые бизнес делать начали, они тоже ссорятся, отношения тоже портятся. Между братьями по религии отношения тоже портятся. В общем, все, что делается, делается не по системе тариката. Тарикат что такое? Это когда человек отказался от своего выбора, от своего желания в пользу выбора и желания Всевышнего Аллаха. Он вообще не планирует. Как Абу Ханифа, рахима Аллах, однажды сидел, говорит, на уроке, и ему один человек пришел, на ухо что-то шепнул. И он, говорит, паузу выдержал и говорит: «Альхамдулиллях». Время прошло, обратно тот же подошел и говорит ему, на ухо что-то шепнул. Опять Абу Ханифа, рахима Аллах, паузу выдержал и говорит: «Альхамдулиллях». Потом, когда у него спросили, почему ты два раза, говорит, шукру сделал, он говорит: «Первый раз пришел человек и сообщил мне, что мой караван разграблен». Он был очень богатым человеком, Абу Ханифа, рахима Аллах. У него одна рубашка стоила 1500 монет. У пророка, саллиллаху алейху салям, одна рубашка была стоимости 35 верблюдов. Она несколько миллионов рублей нашими рублями получается. Но это все к ним приходило без их планирования.
Они это все с этой одеждой, с этими деньгами, свое сердце они не привязывали. Из-за этого у них был баракат. Когда, говорят, мне сообщили, что мой караван разграбили, я в свое сердце заглянул, настроение испортилось или нет. Я, говорит, обнаружил мое сердце спокойным. Я, говорит, поблагодарил Аллаха за это сердце, которое не привязано к этому каравану, к этому бизнесу, которое привязано только лишь на Всевышнему, ко Всевышнему Аллаху. Потом пришел тот же человек и говорит, оказывается, это не твой караван был, ошиблись караваном. Я обратно в сердце заглянул, обрадовалось ли мое сердце тому, что получилась ошибка, что это был не мой караван. Я, говорит, обнаружил, что мое сердце не обрадовалось, на месте сердце стоит. Я, говорит, шукр Аллаху сделал за это сердце, а не за караван. Сердце, которое, это же сердце намного, это больше же богатства, чем караван. Абу Ханифа, рахим Аллах, он планировал с внешней стороны. Он был большим торговцем, большой караван, знал, сколько стоит материал, плюс-минус, зарплаты давал. Это все, не в этом проблема, это можно планировать. План имеется в виду внутренний план. Вот этот караван сколько денег принесет? Есть ли внутри азарт? Азарт есть или нет? Мы знаем, азарт — это запретная вещь. Что такое азарт? Допустим, футбол — это приветствуемый вид спорта. Там спорт, все такое, правильно? Но если играют на спор, 500 тысяч или миллион, например, поставили как на кон, уже запретным становится этот вид спорта. Почему? Потому что вот эти вот футболисты, спортсмены, они уже думают, эти деньги мне достанутся или не достанутся, забывая о том, что Аллах в Коране сказал, я уже вам все определил, распределил. Они думают, что их, от их футбола, от их игры будет зависеть вот это вот их ризки. И в это время человек, он автоматически теряет веру в один столб в кадар Всевышнего Аллаха. Без этой веры вот эта вся процедура происходит. Эта вещь азарт называется. Поэтому любые азартные игры, они запретны. В наше время бизнес и так далее вроде бы халал, но внутри это все сопровождается харамом. Человек, он в азарте находится. Он думает, что от его зарплаты, от его работы зависит его ризки. Поэтому пусть Всевышний Аллах поможет нам быть богобоязненными людьми. В зависимости от того, насколько человек любит кого-то, от этого будет зависеть его богобоязненность или любовь к мирскому. Все от этого зависит. Альхамду лиллахи раббиль алямин. Аллах разы леги Мухаммад, Аллах асполат леги нише, Мухаммад и цабит саралда нақриклини, иншаллах рахман, оргкомитет атлурак қалдасам ғирайлда, битсеги толебу дуи, оргкомитет асағат ал, Аллах аскуду хавиги, сахир атайги Аллах. Hidayet botlar al mümin zabazi, maşayık zabazul tavliyet bugu, tavbu haburazi hikkezit lolib, hizuk şarabatlul akvaba lugu, Allah hasde unib tarik mertizi, tokkab hunar bugu hel akt abazul, ahmadi sunnat al çago harizi, hizul makşeletul bitsun kolaru, bir hiç ölçüyeste bitsun thalarib, bertine mahbugu ratlada şuşan, ruh hazi haltlolib hayatul kulub, حبيب رسول واريس وغو نكشون شارست بيت سيني هاوان ثالاريب بوت سلط عام وغو توت عالده توراب تيزي كوربية هاني بي حقو شوليب بيجون وغو تامرو داغستان عالده شكرا بي خريل دينة الواتساب كو تاك عالده نعمات عالده تيرخون وغو نيل نيلت سياح باقز كولا شكرا بي هابون منفعات فايدا بو سيزي خريل دينة الواتساب تاقم شفاقة تلوغو جاقا دي كو تاك عالده رطلو شفاقة تلتزي شايقور اخلو أورق أصحاب البغو صلى الله عليه وسلم تبقي بيتنا حديث نجوه حديث تهاد و تحب إلى أبرب نجوت سيغات هطلي لخدا روتلي تيك إني لخدا أم روتلي قولي عمو نشتري دا هطلو تتصادر خيريو دين خلوات صلوات صلوات دا هطلو بيات صلوات دا هطلو كتاك دا يحبق إذ كمو هنجي بوسيخ سلمان هنجي هل شفاق أطل وروچي تاريزي هاري بغو رأي أونسل إمامجي هدينغو مغار Совет Ахтул молодежи, старший Мухаммад Ги Радж Элин Абун. От себя благодарность выражается джамаату селения Магар
за активное участие в организации и проведении маджлиса в честь досточтимого шейха Шуаб Афанди Куддаса сирру Аль-Багини. Да воздаст вам Всевышний за ваши благие деяния в обоих мирах. Магар Ростал Жамаат Атлибугу Абд от Себесев. Представитель Киуги Магар Ростал. А Живгу Мухаммадугу Ана адресат алда. Ханджет Убан Царал Цалилару Дитса. Имеется в виду текст. Просто цар цар. Гобгу гоб текст Садиджани Богу. Благодарность выражается Джамаату селения Багинуб. От районного имама и председателя молодежи Мукратлы. Вакахацевы, представитель. Благодарность выражается Джамаату селения Хурук за активное участие организации проведения маджлиса. Благодарность выражается Джамаату селения Мукут за активное участие организации проведения маджлиса. Честь досточтимого шейха Шуайб Афанди Куддаса сирру Аль-Багини. Благодарность выражается Джамаату селения Кучраб за активное участие организации проведения маджлиса. Кучраб. Благодарность выражается Джамаату селения Циниб за активное участие организации проведения маджлиса. Благодарность выражается Джамаату селения Чуниб за активное участие организации проведения маджлиса в честь досточтимого шейха Шуайб Афанди Аль-Багини Куддаса сирру. Цогируги. Хирил Ватсал, ол номерал, умрайхл номерал, аткарал, ол хитинал, кахтил буконал, дуре чархикатле. Нижет Абкетчу, нижет Цикигу, но хода аман нужит. Благодарственное письмо Абдул-Баку Батиру Абдурахмановичу за активное участие в жизни и развитии села Багинуб с уважением от жителей села Багинуб. Батир. Благодарственное письмо Ниматулаеву Ниматула Ибрагим Гаджиевичу за активное участие в жизни и развитии села Багинуб. Иншаллах, вручит Харид Хануджу цель. Благодарственное письмо Алию Идрису Абдулвагабовичу за активное участие в жизни и развитии села Багинуб с уважением от жителей села. Благодарственное письмо Ахмедову Ахмеду Бадавиевичу за активное участие в жизни и развитии села Багинуб с уважением от жителей села. Аллах аскуду ариги. Хельжал Хельжал нужахуте Ол шуэч ал чагуриш ал котира кизруген. Кто не получил номера, пусть руки поднимут. Давай. Да, машалла. Благодарственное письмо Ахмедовой Хурул Эн Бадаивни за активное участие в жизни и развитии села Багинуб с уважением от жителей села вручается. Благодарственное письмо Исаевой Патимат Гасановна за активное участие в жизни и развитии села Багинуб с уважением Джамаат села. Благодарственное письмо Абдулбаковой Мадина Гасановне за активное участие в жизни и развитии села Багинуб. Благодарственное письмо Исаевой Райханат Магомедовне за активное участие в жизни и развитии села Багинуб с уважением Джамаат села. Благодарность выражается фонду Мукрат имени Шуайб Афанди, иншаллах, за помощь организации и проведения маджлиса. Абдусалам Мукут, Харибу Цивакаин. Мухаммад Дуцуруча Табилаха. Мукут Абдусалам. Продолжение следует...
Благодарность выражается Саиду Саиду Ахмедовичу за ответственное и неравнодушное выполнение поставленных целей, работу по сохранению и распространению духовно-нравственных ценностей, трудолюбие, высокий патриотизм и преданность Родине. Аллахумма салли аля Мухаммад я раби салли алейхи ва саллям. Аллаху акбар. Благодарность выражается Химилу Булату Гусейновичу за помощь организации и проведения маджлиса, честь досточтимого шейха Шуайб Афанди Аль-Багини Куддиса Сируху и активное участие в жизнедеятельности общего Мукратла и района целом, председатель Совета имамов Чарадинского района и председатель молодежи Мукратла. Вручает. Район имам Гвач Аббалди. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Благодарность выражается Ахмедову Руслану Алладиновичу за ответственное и неравнодушное выполнение поставленных целей, работу по сохранению и распространению духовно-нравственных ценностей, трудолюбие, высокий патриотизм и преданность Родине. Мухаммад. Мунахин Бихулару Алиса Атуричу. Благодарность выражается Гаджиеву Зауру Камиловичу за ответственное и неравнодушное выполнение поставленных целей, работу по сохранению и распространению духовно-нравственных ценностей, трудолюбию, высокий патриотизм и преданность Родине. Авги Шуэзеби, адрес Хаттада. Заур. Заур Камилович. Маша Аллах, Тубаним Колохан кеде Евги. Евги Тубана. Ханже Хирио Дина Халуат Салуаят Сал Ханже Нихтеца Бараман Тири Зибугу Иншаллах Рахман Сразу Хатиба Кизибугу Киго Умра. Аллах Скула Треги. Хани Босеха Оргкомитет. Хабак Алди Цо Хитинов Цо Нихтер Хитинов Мумин Кивак Хилмус Хабак Алдго Пишкели. Давай. Давай, что вот вас вака. Номерал, ханже шёч чилват ханане уже хаб аби нох абир мухадиса. Не жайбе се кечоха. Бе холу гранже чахтеризи. Вас ахд, вас ахд кечоха. Але а вас хуфу. Вач аби кичи, ану вач аях. Матери. Что же босе бикинчи? Бахетсо. Бисмилли гаве. Босе. Хэнку гэй. Что же босе зи бугдут? Кигу батэн цэр уду борти. Бихия. Маша Аллах. Азаралда Анкуайлда цо. 1081. Тихтай буги. 1081. 1081. Вугиш. 1081. Эль ше вот лишь рарал. Ага. 1081 буги. А пока они в хунтана. Рах хуту мог мог, ну ничего. Хечи 1081. 1081. Тубана, Тубана, кинь уже не Анна, бараката ты. Кинь уже не Райну, цаги кайц, иди сетири.
407 умра. С какой стороны идет? О, Маша Аллах, байрак хату хуаги гучка бугу. Аллаху Акбар. Маша Аллах. Аллах сатурени вичаги алфикал васалугал. 407 умра. Аджи аб... الله أكبر. أو هيت إيش شاف شورا؟ ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة. صار شيب دوت آ. محمد كيس كولي محمد. كيس كولي. ما شاء الله هود نسا كولي وجو. هنجي أنا نختار إيش كيس كيبي. ما شاء الله الله سكوت هويكي. تاك. الله سكوت هويكي محمد. شانس هم بوجي محمد دور. ثاب گوسون بگو یا الله ثاب گوسون ثابی دیگه ثاب اون دور ثابی دیگه رو شبری دیگه ثاب اون نیسته بی خون دایی هست انشالله رحمان پچوکا نمال خاج ات سیلینی باگینو 2023 آنا هوت سا محمدی الله از کو دو هاوگی امام سول وات آن الله از کو دو هاوگی صورت که واقعی فیکساتیا به همچون تاریخ دیانم. آنجا آلواس هم تو دست کی چیزی که خواهد چوگی با چوگی تیزی بگو. ماشاءالله. الله از کد هریگی نخبت اگی الله از رحمت صورتون ریکت و رشت اگی نیتر هد سال دینه خلوات سال. آنجا تیری چرخ تیری. کوتاه کلا تیری. آنجا بوسه بسم الله گهی بوسه. بسم الله الرحمن الرحيم بوسيا بيخيا تريستا ديويت ناتسا تام نوس هيرالدا انس إلي إيشكو الله أكبر شيخ بوكيم يا إني سادو كوير بوخو نجيس جولي بحاسيل شيب أني تيواجع ما شاء الله هلي تويب أنا هولتسا في تويب أنا مغاربي Представитель Магар. Хитал гуахи чугу гбехлян, а не вачи. Сразу. Абида. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Шеф хауду гу. Сар шеф дута. Гази Мухаммад. Гази Мухаммад. Маша Аллах, Маша Аллах. Первый имам. Магар си школи. Магар. و هم کدیم شهر بوخه. حالا پچوکا نمالی خد از جماعت مکرات 2023 دو بگو قبیلت بیخیه واس. نه. یانم تو مگو بیخیه چی نام؟ مای. بیخیا. 319 بیت امگو آن عبدوی. الله از هیو هاورا روک بیخون. هیو خواهد را برات بیخون. هیو قرب خو بیخون. خویز حالی بیت ارن آمگو. الله از هلیت من دوست دارم احمو خدا الله نخفت اگر دوی الله صداقت اینجی دعا بیزی کوچون که خدا. آمین شالله. بارک الله. الله أكبر. الله أكبر. ماشاءالله. صورت با. حال واسه گیچ اسکور. ماشاءالله حال. خیکال واسه لوگ حال. مگیچ بیخیم چی؟ دا. عمره چیکی کی بکیزی بگو. سعی. نوجات خون قطع چیکی. آن جی وب جیگی آتک ایگو صورت هستیگی ایگو پاترت هستیگی انشالله رحمت تیری زیبوگ پاترت هنچسا قطعی بیلیت باش هر چیزو پاترت بگی زیبوگ اما هنچی دی وقت مون رایت دزی نیشه رات صویا هیلیس کامیلی وگی شیلیس کامیل رایت دوی خیبو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير رضي الله عن الجماعة
و خونزق ایم اصلی خاصو بطل رستال جماعت. انشی هدی ناو استاسو مجلس هالدا بیتمی تانیق اتلاعی مستحق او دنگی گرو. بگنیگی اوروبی همون عبیزی کله. انشی لا يعرف ذا الفضل إلا ذوه أمو علم زباتسا أو الله استأسكو كوديو أوك أو تعازو قدرو حقيقة أجد أدي عنسي الله أسخو كودوها رونو جبكوتس كازيك أولارو هزدا جانب بوجب جو جودوت بوجز دا غروغو أي هلغو عدينو تعاز دا غروغو ادین شد او نسبت به تو سر وقتی ده ما قب جو بیت هنگورگو شعیب افندی است که قدری سر رو اسوم استار زبازوگی اسوم مأزو اسوم مأزون زبازوگی بیت هن حلق آلارو تو کیم بگویی گی تو ده ها تاریخ اسوم بیت نخن شعیب افندی است قدری سر رو این سو کودیاو امین خا داوود افندی وق اونوگو بطل روشت لچی خونز خیون اصل بطل است. زنگی هو گچون اوگو حروق روشته. قیزان فیم اگم. اسی ها اونوگو حروق روشته عدم گیاچون. انجستیک آن نسل وسلو ها اونوگو علی افندی. هو علی افندی اسی که ها اونوگو واس ادريس اي شعب افندي يسوع امين نوكو نوكوشيسا انجا قديش نوكو وصول صار حموك اموكو ادرين سوتسا واجندر بواسستا سنجي هل استر زوازو بيتيني انجا نتلا قباقونارو انجا تودهب وشعب افندي يسوع نسل اصلی هت اینگو از اول دا میتونم سالی که اول دا انتیلا ایتیسی چه واسیم شد 53 گود داشو هاورو کلا شعب افندی قدیس سرهم هت اینگو ادریس امن صورا اصلی رتلا دیگی گوچون انتکو سنبارا چی شعب افندی و چونا این سود تصویت اول هس علمو انچه اون مرادولاه ات سویت چنی بگ آن تاریخش تو علم چوگو نتلر خبر او مرادولا اصلی علمو تاریخش رو علمو جند حاله واسه بیت چون آن آنکه مدت سید جانب رکخ لازم مگی لشعب افندی از قدیس رو قرآن انچه او امنگی این سودگی قدرشون هت اینگو تاب پشمانشون قاریشون اوجو واس کیو استیک این دلشلارگو تو حروق داوود ابو لو علم چیاس ادیوسون جندر گواس هدین علم مسلمگو تینگی آمگو دور این سوت سدید مسلر بعدین دیت سدود گی علم مسلین آبون تینگی شعب افندی اصل این سوگوک امو خواصیت وریل دیرواس دیت س علم و ثانی من قیام سبقل چهره همرگون و چونین آبون ال هدین این سوت سجند آبون گرب آنی دو خواج اینگی کلارین آب مگو شعب افندی از قدیس رو. زنگی هستو علم و مصدر و معلم زوازو کلا چونی او عریوک آرو علم شریف هست علم ش احمد حجیگی. چونی هستو کم معلم زوازو است علم و ابزهیر اب علم و مصدر و چهازو کلا هنوقه ابن حجر الواس حجیگی. سنجي أو شعب أفندي سو نسل الحقوق أكثر بيتاني سو أن قواسك أنو أن قاعروك أنا علم أسلو وارثي جبوجل سنجي حافظو لك القرآن بالحلال هدينا فيك أو ورع بوجل علم زبي سنجي توت أتس سو محمد نبي سنجي أو أنو قط أقوى هذا هرتلو نج يحس كي سويت أوراو أنجى علمي ولد عمله كيجو أنجى توجي هذا سنت سويت كراو
هوجي تنجي او مريان ابون ابيلاشي هونوكو تنجي وشابو وصو ويشجو هاد نقل هدال وشو ياتسكي ياتشون ياتسكي هونوكو شابو يوخوت ارل عبد الله هبجي عبد الله كي احمد كي واحمد كي كولوغو شعيب افندي سو وستر احمد تلال يسو تصار شورو تيجي غول خود ارال شابل غو سيمال دوب ازرال دا ايشنو سيال دا شبرال دا تسو ابل سوناش راج هونجي اون دول علمزا بي جانيت امول ابزمانش سيجي شبرال دا انش ابل سوناش نقخوغوك ايه ابيزي جيري چان خدوغي نقخوغي راج هون توك او كير ارال شاجوغوت اي نارو رو سنجي شعيب افند يسول قدس سر روهو وستر زوازوت اريق اتاشول توتسيو سو وستر شون اوك انا قوساي افندي قدس رو تصور اشورات للاسن سنجي غو قوساي افند يس ايچ كو موتساش خلوات هلگي تون سنجي جاني سان قچازي گي قچان شعيب افند يسي ايجازي هم بوگو اريق اتاشول ازنت رو بوگو سنجي وس امغو جندر او شعيب افندي است او شعيب افندي است امغو دور بيدوش كيريك اشكي نوسه غولا غاش اشكي قران قوام بو گين خادير واسين ابن سنجي وبگي وسلي داني گي شازي بيچانچ او استاد استقرب ازنوگي حقيقي او استاد زوازو طبيعت بوگو كي داني گي جدوق بوگي علمو انجي الله سورا قتلمو گي خاصلي او قاتب الحزب بتشالر هبجو بوغو حقيقي او استر زبازو علامات تسريك انت تسريرا قي هبجو حقيقي او چي سجو غورو تينغي او قوسي افندي نقو شون خادو او كرونوغو شويب افندي قدسي رو هو احمد تالال ياسو تربية تالا تي احمد تالال لگيوك انا قدسي رو هو دو محمود افندي ياسو مأزون سيدي أحمد تلال ياسكي وسي توقي دو مقام الگي ماشلون وسكي إزن ترموغوت أريق أتاشو موريد زغي إزا تربيات لزي سيدي شعيب أفان دياس أنت بصوناش باخ چوموغو جندق بوغيب إيغو أسترسو إزنو إجازة سيدي أحمد تلال ياس قدسر وستا امرو هموگو هنچهل دوتسا مورید زبازه تربیت لزه مورید زبی قبول هریز بابی خیلن اون هنچه استر اصول خب امرو همو خادو اختیار بکنه رو امرو سوی بکنه شخو استر اصول همه خالد مورید زبی قبول هریز بابی خون بگو سنگی شویب افندی خب احمد و تلالی نقلشون خادو امه زمان گی اینچ اگو احمد و تلالی گی هب دنیا گی تون این دو وس اساس عبد الرحمن حجي السوق ودي سيرو تربيه تلغوت لشهونوغو همي خالد دانچ انوغو شعيب افندي استا حسن افنديغي سينغي او اساس عبد الرحمن حجي ودي سيرو حجل ديغي اون حجل دسان دواغي نقل شنت اوت ادو سينچ امخال سنجي حسن أفندي شعيب أفندي يسو تربية تدغور تلتهنوغو سنجي شعيب أفندي يسو ما أزون كولا نتلر هبغو آنب أسرابغو وغيب قوشراب رستال إبراهيم حاجيغي إدنغو حسن أفندي قدس الله أسرارهم وق أساي أفندي تأتسي بسو وستار شعيب أفندي يسو وصوروك أنوغو عميرال ما أزون زبي أريد أتفلو إزن طلورال سنجي امرال انت کویل دا سنگی چیکارو شرط اره اون اشتروک انا چوگی چوگی دوگی اما غب جدور سلسله شو عرتل باقاچ اوگو جاقا قوشو زعن چاگویل استر زبازوخ کی جدور غب فایز نقه خود ارازو شعیب افندی گرو گوش خود ایچیلا ای شعیب افندی استستان اب طریقت درش جاقا قوشو زعنگی وچانا كينين ابوناني حسن شعيب افندي يس
بوك أنا استسم بوك أنا حسن أفندي سي إجازة حسن أفندي استسم بج أرى بوك جاتا قويل نتلك إيغو أستر السو أحمد أفندي السوقي أبو جلي أفندي السوقي إرشاد لي تنجي أدي عنا الله هواك الدرج أرى نتل جماعة تلي غالي ريكون شيوه غالي ريكون زحمة بيخون انجه مناها گچورگی درجه گچکینه بگی حباق الله دند شرادین قیامت قویل محشر ال دگی نیت دند دگی هرگی ادعن الله اس چنگی جقا بو سنی بالاه خانجه قط طریق اتلوبی چنن اتلتس اب ساعت استاد زبا دجانب خاص کو شعیب افندی است جانب امیر حفظ اي حافظ هنار الخا الله استطور النعمات العمر روك أنا قرآن ريك إخل هايجي تنجي علموجي عملجي تنجي غب ريك إخل بوجب وورك سوس مس أبو بكر أصحاب استيرك إخل تورا أبو بكر أصحاب س سلمان وفارس استيرك إخل تون ندي جاق قش الزعم بجر هب بعد إني يا طريق أتلو تسوف أتلو هب النور بوك أنا هب شعيب أفندي أسولكي تنجي بیش شنگوک او دیاب اصلیاب آخرت هلا گیجین سگی مفاد که هبولب حقیقیاب علم ویان گیجین ده هبولب جابوک بگو اله بات اینیاب جانی بگه شعیب افندی است جانی بگ عرب نور ته بگ آن هستو بگ عرب خاصلی آنچه کی دگو آورک سوس مستن خدوب گو صوت صوت چهات سهی خلاخ بوق عربیشین آبون، بوق اینج ابیشین آبون، ود طریق ات خا، کوتاه کرده بوق آنا شریعت کی، طریق ات کی، حقیقت کی، حب بگو تصدق، آورک سوس مصورک اصلاً، از حفظ وزورک اصلاً خون باج عرب جو بگم. چنگی عمرت سل بالا هرم خوگل غزوه تلگی، حقیقی او این طریق ات شو آهو روک آنا تصادوش انت ولگی. برهن شب و سلگی هزاروک آنا نتلهایگو برکاتشو امام شامل غازی محمد دو خالی چاول بغدادی است که قدیس رو بیتموک اموگو رخ خلخا جندرگو مأزون زبی دو اسماعیل کردومیری استگی توگید از دگی هب داغستان اشلو تسبه شیروان اولا وک امو خا شیروان داغستان اشلو رات کلی وک امو خا تسبه چنگی هنی بوق اینی بوقین اسلام اصل شریعت اصل بایراق چنگی امامش کیگو غازی بوق اینی بوقین امام شامل کی غازی محمد کی خوازو است اشاره بوق آنا هزیه کیگو کودیو مرشد است کی کمی کابیز بوقین ای محمد الیاراقی است کی جمال دین غموقی است کی چنگ دو خالد شاه البغدادی است و مأزون دو اسماعیل کردومیر است سوق اونوگو مأزون تاگی غص از نطلورا و خاص محمد شیروانی غص ویت اونوگو هب نتل دغستان اطلورات لده تصار را عرو قدی و علم چی محمد الیاراقی سوقه علمو گی جندرگو مدرسه گی بوگو عمرو علم زبی گی تصالر متعال زبی گی جندر خروگو و سوقه تصالی زی علمو طلب ها بیزی خاص محمد شیروانی چنگی غب خاص محمد شیروانی است و جانیسان طبیعت کیت جانیسان باق کی بیخون لان دسته جانی بود که حقیق او چوب اون خوب محمد الیاراقی کی تنگی دسته لانو کو هست جانی بات یا به علم بود کین تونو خر کک جماعت کک بان وس آیات تسلام بود کو خاص محمد شیروانی است سوی کک ایمان شنو کی مخال دوب آیات تسلام مخال حاود است اون محمد الیاراقی حاود است اونو کو هم خاطر وی هیچ دل آمبو گه هب شیب علم و دوک بوجه به علم این آمون نجد الحلاری هم خاطر اس آمبو گه هبو گن آمبو گه نقش بندی از طریقت هب جند شم مخلاری بین آب ولا بوجه معلم است متعلم است هم خاطر اس آب و خاص محمد شیروانی اس آب ولا بوجه جندی خج این اذن و هب مثل زین آمون من اینی کلی دوی کردمیر اسماعیل کن جندی استاد هدین اسماعیل شیروانی است سخششون از نوگیتون محمد الیاراقی است سان وچ آنان اتلت وقت سید داستان آلت اریقات نقشبندی اریقات
تيجي محمد ولاري جمال دين ومق يستون إمام شامل يا غازي محمد يه إزنك شون ماما دي بروتشي يس ودي سرو تيجي هلدا قط أمك أنا تيجي غلدا سنق محمود أفندي يسو ودي سرو هو استسان باج أنا تيد دسان ده وستان ده دستسان جبرائيل أفندي يس جبرائيل أفندي يس دسان تيجي عبد الرحمن عاسس عبد الرحمن حجي يسقى هدين شانا داغستان اللي تقيت ايا بيزي جانقات قوشو الزعام ايبت عليقات هنجا تو مترغو بيتش هيتش اوبو اولارو شغو الفيلغي خماسالا جاقا روغالغي ديداغو غيريخ خرال عالمزوازوغي نتلتسا عليقاتكي كيناغو جو حالت از این سکولا نتیلگو زمان ایال در روک آن اول جو دندی کولارو بسورمان چیاسه. امرال چای رو گو روک آن علم زبی جان قط قایل کی رو گو تو راون سیمک آن حمید افندی است طورا ویردال هارون آق خرو چی دی جان قنیچ اگو تیلر رو خه. هب جو هدین هب جو گرو هب علیقت. چاقویا استار اس مونگو عادین کانالی او، مونگو عادین ویلهم خلی او، مونگو عادین رچا براچونی او، مونگو عادین او انسان ویخون چه اگه یاب روح هف بیخون شلی بجوبوگو باج ارجوبوگو نتلاق جاقا قشش زعان. سری رو سعید افندی اسوجی قدیسی رو جاقا مورید زبرگو چه اگه استاد سوق اینچ ال هبجو میق هبجوبوگو. سعید افندی حقیقت هال دادوده استاد فنی خلی وگ ارو آنی جاقا قصوم ما ازون زبگی استاد زبیلونی خیزیکوا. значит доме хала дуда гостажани бугеб саид афанди стажани бугеб хакыкат бихум кунечо дудабат айжо бихум кун бугу хелсу куну гумнове эчвет ина галат ару куненитлер шет ана толарел эдин сидо эдин ол чаз насихат бугу заман кват илилди чагва устарас кун тарбия алдат кюин хел кулан итлер жакка шуайб афанди ясу кудисру наслави хакыки ол наслави эдин азул دیده که جن جوگی ویخ خراو نجده که امرز ده ویخ خراو هدینا مجلس هزده که اخل خراو چی کولا حقیقی هم کوچل هد عرقات که بیچ راو چوک انا نتلر اب اسلام افل دعوات که امرات سبت ازه که هبو راو سنگی قرآن محمد حجی رحم الله دیگو گی وک ارم معلم توگی هم نجد گی وک انا تلرش خاکی نزوگو و مجلس هلده شویچ باک بک اینچ او هد دنگو عدو غفر المحمد گی غزول آنچه بله خوزده جانی قول سعید افندی است که ایا گوچی نجود حالا خویدی آواز دگری خونه تو لغو ایا گوچی ویت سر کوت سوند درشون ویت سر تو چی ویت سولا نیت لات سه بنا خا حافظ بوگلان گی ویت سولا تو چی ویت سولا مثلا پلا آن رو ماشکی ترالی و چیه لان ویت سولا تو پلا امروز ویت ویت سیزی بله اما دهید کی نگو سپاه تروک آن یک یه چیه یک یه گوچی است جانی اما حق تو کوزیش ابلو ولد تو گلاینی اصلی جندی رت صورت طبیعت تو دزد جانی بک آن جاقا نسر تسوقان احمد افندی اسی مفتی قدی اسی قدی سرو خیم العادین مکرسی خیم العادین هت اینا خیم العادین مکرسی بهت ارگ خولم مفتی قدیا و نجات سشیب هبله من دیدس نجدسان دیدسان راضی وگیش. ابو لحچوک آن هیوک ایا گوچی. دل آنین ابون کنیشنا قیام سپچ از عن حدیث لیتش خا. الله ابو لحچی رات لذوگی عن زمانه قیام سپچ از هچین. این خدا قیام سپچونگ هچ اتلو خا. هزو نسل ویگی روگو. هیوک ایا گوچی اسو نسل ویگی روگل جا قاپویل. نسل بین ابو لحچ خال. نسل بین ابو جوش معنا گرو. نتلر چجوریه هرور رو خیمال چجوریه انتسکو که هولا امیرال هرولا نتلر خیمال اما حقیقی ال نسلی زنگی دو دژانی بوده حالا استاد زباز دژانی بوده کی نبوده حقیقی به علمو جدوقه دو دسان بس هرال چه اکولا نتلر نسلی هدینا نسلی وسوگیرو وسوگیروگل اندی چطوری او روک انرژی کنیش نه کی دگرک ارال بعدین نجه و شیب ها بولن خا. بعد اگر انت از بود بولن، هدین هچ و دودین هچ و تو مهدی حجی اسمی چونه بگو، اوچی تلاش صلوق خواز دویخی زم بگو،
قحا كغات كي تشوج عربت انكي هني بنوجد الشي بيخولن ابم كينا تسوغ امو جلا بيخولي لخج عربت انكو جلا شكينا تسوغ تشوني جاس ابو نجو هب قحا شي بوغين تايت انبت اما تانكي بوغين خج عربين تشوني جاس ابو نجو هم غعودو نوغو اوشتل جاقاق وشوزعن دي سعادة زمان تأمو مبوغوري نوجد هب قوش نبعي موغي ماشرين ابن وشو معنى خا بوشور من چی غلط هچ و بوشور من چی وک اونارو وک اینگی بهولارو وک اینگی کولارو غلط هچ و بوشور من چی وک اونارو حالت ایها بوله و چی قاتی و قرار چی است حور رک اونا حش رک اونا حالت ایها بوله و چی است بوک اونا کولا غلط کی کارا میخش الله هستی سی وید ایزا بوله و چی گیت کولا وید اونت اید دست اخدی گی وقت کن درشی گی اونا ادین شدال عیب بوگینگی ابون خلق عدد سبسة تيبيت إزي جهبون هبجو بشور من شاسو عمل جيجورو بخين شاسو عمل جيجورو دير عيبات هناني مسألة خا دير قواجة بخين شعادين لي محمد كامل دوت سهادي نبجو هبونا دينا شو أرغلوغي جوات هناني حقيقة هذا خلق بيت إزي بوغ أرغلوغي جوات هناني ادين خدال لهدين كده قو بيتسونا جد قال قرآن محمد حجي رحمه الله مثل مفتي قديا سقواج أنا وقنوك قديا سجنت سقو هدينا قديا مجلس هذا بيت سجوك مفتي أحمد حجي دوم خالد إذن جدي تاتي نبيش أمره بيش زمانك قديا سو من ديدا سرazi وقيش مفتي قديا سقبل بوكو هو عدين دي قواج أنا وشيت هني جيج لابن أنجى جند اسن علم یا کی کودیا و ابلا بگو کودیا س جند اسن سهنات سه کی کودیا و چوگیله او عمل است کی اسلام از فحات یا کی کودیا و هو کنی گی جی مندی دستن رازی و گیش ناچن هدینا مثال الله است نتل هدینا چه از سروسی ز الله است توفیق لگی توت سه دیه انجا هدوم نجوا کی نزی بگی انجا شعیب افندی سو برکت کامون توگه گی هدیم نتل کار ادب تیال دستن أدعناه جي أتأسد روحي والحمد لله رب العالمين عند الشعر وكنت أخذ نتلي حاجاتها وعزاها بونا الله أسكو دعوه جي أور كميتيات الكورا قلدسان هل شفاق أطلق روح دوي الله أسكو دعوه جي الله علامة الخيريس خلقة لنا قتارب تاريزي بهولارب نخكي بوغو تاريقات ابنو خلاليو بيخوليو کرکون نیل کی رد شلیو رچل قانی احباق خولیو مرشید وگو هیو استار الله از قوت لگی نیلی هل حرمت اسا نور بالیل مشایخ سد خدوری تلون نیلی ایگو خرساتیت الله ببیزی که ایگو رو قوب خیلیل دین اصلا واتل هنجی نیلی رعال هیچ بایدان موک اولا رو آبالو قدیس نیلی مجلس داتا کن رعال دیباق خولی بوگو از هزی چه عمر خود ایچو رایون اصلا ایمانگی خود اونو خیلیل دین اصلا واتل سلو علی بوگو مجلس شون بوگو کاکی هف ساعت هده کاک احزی بوگو كاكا حن خدوس لقي تداب تأخير هبيلا عمير قو قلت إزي تلارو تيسيشا ديويت سود بديسا دوا أزارال دا إيج نسيال دا كي قوال دان تسيلك إيغو أدين ديويت پيات دوا بوغيش تيشينايش بوغيب یا هچ ای تیسیچ دیویت سات پیسات دوا توجه کی تیزی کل هواچ ولی هچ اصل چی خیم الانی خونتلا خیم از نوش هنیر خونتلا هنیر خونتلا کامیر دو بیخیزی تیری جگی تیری انجیرا بسم الله الرحمن الرحیم راهي بوسي بسم الله الرحمن الرحيم بوسي 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 تيسيشة شيسوت بديسات تري ثق بوغيب تيسيشة شيسوت بديسات تري أدين شيس بيات تري هابكي شيشة بوغي أدين شيس بيات تري أزال هذا أنت نسيل دك إقبال دانس إل تابقو تشينا
توقي بخز إيش نبغي إيش نجور؟ بس يا بخنشي خير ما نوش هنير عنشا هنير عنشا بس 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 Тисяча шестьсот девять. Бутра Хунзахского района. 1609. Машалла. Их улигу тодин ахлулят сяч улей. Бисмиллахи таваккалту аля Аллах. Машаллах, машаллах. Ихья. Аллаху акбар. Машаллах. Аллах скудой. Царшивуги. Хаписат. Хаписат. Кисы коли? Хорош. Але, хорошие нитердин ахтуляц. Хаписат, иншаллах, рахман, инигу. Хирию хабибу салуват. Аналды нитердцат уйд илахай. Нитерд дуа габи лахат, иншаллаху рахман. От жамаата селения Буцра. Аллаху акбар. Аллах скудой. السلام عليكم ورحمة الله. بيشون تون عمر كثاز سانو شيكو كورك أثاني بناخ هنشولهم تونت أمراز كثازي كثاني شيكو كونار دهيم نجي روستو جماعة الخلاق القدي بارك الله بقوم هم مجلس هم مجلس أرغانزوات وزراك الدقار وصرا روستو جماعة الخلاق ها بدان ده بوزي كما كبورو أرغانزوات بورو ايون اخل امام روستو امام ملا جوجا موزر ارگانزاتی مگر سویت اتو کی نزد گبر کالا بگو نجی سختی نجی د الله رزیت لگ الله سنجی کمک لگی سختی تگ بار کالا الله رزیت لگ عبدالله و خود تگی الله انجی پتاح محمد تو کی وجود دستی گر السلام علیکم دین رویات سو دین رویات سو نون روستو عمرو سکودی چیوگو نو علم سو شیب گناره چو چی نجات آیه بابو که عمر کثار سالم چیوگو رو دی بود که بو زایر بوزه کودی برکالا ها نقطه با چرو نجار ویدوشی سی ها با کلدری هرو کی نزیگو آزارگو برکالا شیو چی هنی سناکی اوسی که ایبیل چی خد هاونی که کی نگو مناحل گی چورو حاج بور خرو هدین ناک ناک هدین مجلس دا اکال سے توفیق تاکی کینو زگو نیجے بی چرب نیجے تورب عقل بوسن سے شیو سے عقل گو رئی گی عمل گی رئی گی شیو سے رکی دی شهران و حبا کنیب مجلس با تیگی هب نیجے مجلس جاکا هنی بابورم هدی هدین مجلس لخوات سے نوجے گی توفیق تاکی نوحبی تیگی هب باچن سے نیجه دا سرر اوگل نیجر علم زبی شیخ زبی امام زبی حال که نیجه کمونگی که هزو برکات که نیجه کمونگی که هدین دا سرر خیر اوگل نیختون نیجر جماعت رو که برکات کملارو برکات هم جماعت که کی دا بو اوچسو که خودلا ساتی اولو که با ساتی اول دتا که السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاتو تو چبه بود لومو برکات از هب چاره در اون اصل امام شاملیه که هباغی نیروست او امام محمدیه که هب چاره در اون اصل کینوگ مال دوچرخه که هب مجلس هبیزه هب نخ هب باچی نکر با قرشینا کی نزیگو الله سزی اسلام اصل حالت هبیزه چانگو سونت اسلام اصل حالت سه باچی نالاست توفیق لگه هدینگو بود لومو که
كنا زغواني راج ارزه بركلا گتزه هني صدق ابرزو هب ازا زره دگ باخ نويگه الله شعيب وباغنيا سو بركات نتلي عام ابي السلام عليكم ورحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم زمان جي اوني بوتلدو امير جوج بيتنا امير زوخ عينيكنا عينيك رشوق عمل هبيز شي وسيق وتلغي توتسي سي ايرغالدا شكرا بزوتنا الله سي بصورو بيشولاك يلدا خادوب اوراق رسول عليه الصلاه والسلام امه تدسرات يلدا خادوب شيخ سبازو تربيه تدي غوت نيل الله سري يلدا الله سي ازا ازار شكرا انجلدا خادوب وتمو توتسي بركالت قيزي بوصرا بروستو جماعه تلي اتوك ايغو تاكو سومبوك ان اولو اب حبيزي بوتن كينغو داندي كولارو كو يسانو دوخشانو خاب الله هم نيلر مجلس قبول شومبا تيغي تينغي قبول هبون ازا ازا دراجه ديغي شويزا بيغي خادو بي بوتمو باركالا زاهر حبيزي هاب كين نغوجو داندي بوتسيني عوتسيزي هاب كين نالي غال نيل داندي ركارو هاني بيحبا قرو خاصبون مالاديوجلي يدينكو ها باغيني بروستو تسويقان علاقبازو تسويقان عثماني انجي قواحيجوكو تنجي تسويقان تطبيق اشيرو دوكو اسي يدينكو هاني راج ارال عاليم زبازي جدورغو زمانجي تون غبا غبوغي بحالتغي تون زمانجي بالاهو نيلقي راجون تنجي نيلقي عدامو شوليكون اني نيلقي نصيحة تبيز راج ار عاليم زبازيكي شكرو انجي هل ده خطوب جه چنگي چيسو روكونا اورغل بوغل ابيلا روك امينا روك جودور خيمال دورا اوكراين ال ده راغولي روغل خا الله اسها مجلس سباتون صداو ابراهيم عدين الله اس چوني زي چونون ساخ سلامت كو الله اس دورا س روسي نريگي ساخ سلامت كو روسي نريگي الله اس شليني جي شمني عنگي چو زرا كيچو بخا ها بركات ها مجلس ال بركات شعب افاني سو بركات لكن نزيكو كامون نيل خطوغي والحمد لله رب العالمين الله رزي تجي خري الدين توصل انجري اون امام كو كتازي هاري بو كوارتون عينيك ان شاء الله الرحمن عينيك قد تنجي عمل بيزيكي يا حفاقي كلها بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله اس کنه زوږ زیارت مجلس ابو بیگی الله اس کلی درجهت ادان بیگی سی بیا ورځ درقون ورکاو ته زو توغو چې کنه به دوشه سپای بی خون چې لا په چنه علاقه و زه فون انسان سره حالت خو بزه اپیراتر زو زه کنه زګ ورکاو بوګو چوتو خو بزه کله چوال کو نه نیلا چل کنه زګ ورکاو بوګو نو جوی کی خاصه ورکاو اجه عادل مجلس ازستان مجلس ازستان له شول جو شیب حال نشر شیخ زبازو استاد زو برکت شفاعت هابوغ نيلي خاسارلي اجي نيل قيام سي قوي اشخان نيلر هابورا قدي يا عباده تتصغلو نيلي خاسارلي بوكني نيل هاش هيخ زبي عدين اصحاب زبي امام زبي عدين قدي يا عباده تشايغلو امير كاك اجي نيلر هيجو تشي تشي كليك عمل هيجو بوك يبدا هما كليك عمل نيلر سمونا هاجر هيبكي كليك عمل كيري خيزا بو يشخكي ادين سلاب تشايغلو نيل نيلي خاسارلي بوكو حال استاد زوازه خون بو گبلوتی هاو نسی خسارتی حبلوتی ظاهر همون انیراچ اونو خاکینا گچش خا هم انیراچ این سبا شو کایگی نسی از ده خونوت دیگه چی کینی از او برکت شفاعت کی شون قیام سکو هاو گسا خلاق نریزه برکا کینا زگو دعا دل امانت السلام علیکم ورحمت الله حق خیریا دین اتواتسل اور کمیته تلورا قدسن رایونی امام اسگی انی روگل تینگیر چوگیدل امام زبزگی روستل امام اسگی بوتراسزل امام اسگی شفاعت اتلزی رایونی امام اسگی شفاعت اتلزی عبد الله هبگی حال ملا دوجه تستاشی محمد گی بیخی عبد الله هب بیخی عبد الله هب سالی کیچو بلغدارنس ویراجایتسا
Хафизову Шамилу Гаджиевичу за помощь организации и проведению маджлиса, честно сташтимого шейха Шуайб Афанди Аль-Багини и активное участие в жизнедеятельности Мукратла и района в целом. Тот Лезбуго, район имама Сухи Абдуллахабица. Благодарственное письмо выражается фонду «Инсан» от джамаата Мукрат за активную благотворительную деятельность. Ваша помощь – это бесценный вклад. Мухаммад Шариф, благодарность. Примите, пожалуйста. И подарка. الصلوات من المنان لمحمد نور الأكوان لمحمد أنشد وأقول خير صلاتي.